الأطراف السياسية تواصل حواراتها بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، والمعطيات تؤكد أن الإطار الشيعي هو الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر. قطعات الجيش والحشد الشعبي تواصل عملياتها العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول داعش في المحافظات الشمالية، وتعلن العثور على ذخائر ومخابئ للأسلحة هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. بعد موجة صراعات كانت تشوب المشهد، فإن العملية السياسية ورغم خلوها اليوم من المهاترات إلا أنها حتى اللحظة لم تبصر النور، فاليوم يصعب إطلاق الوصف نحو ماهية المشهد السياسي الذي لم يناسبه سوى أن يوصف بالمشهد الضبابي. فبوصلة المباحثات مستمرة، لكن بأي اتجاه تتجه هذا هو ما يجعل الحراك السياسي يدور بحلقة مغلقة. الخطوات نحو الأمام تبدو صعبة وحرجة، يسودها الحذر من النتائج أم البقاء على حالة الركود السياسي بما هو عليه، فإنه سيجعل للخصماء من الفرقاء السياسيين هواجس ومخاوف من مغامرة الطرف الآخر. لذا فإن لغة الحوار فرضت نفسها على الساحة بين القوى السياسية بغياب الكتلة الصدرية اللي ما زال قرار انسحابها لم يعد مطمئنا لبقية الأطراف بحسب ما يراه المراقبون للشأن السياسي. وبعيدا عن الساحة السياسية، لكن ليس بالبعيد عن ضراوة المعارك التي تخوضها القطاعات العسكرية من الجيش والحشد الشعبي، فإن العمليات الاستباقية النوعية للقوات الأمنية والحشد في المحافظات الشمالية تسير اليوم على قدم وساق وفق ما مخطط لها بعد أن أذاقت براثن داعش بأس المرابطين في ساحات الوغى، بعد أن تكبدت داعش خلال تلك العمليات خسائر جسيمة في العدة والعدد، وهي تنتفض أو تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد الإطاحة بعدد من قياداتها من بقايا فلولها الإجرامية في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالة، حيث أسفرت تلك العمليات عن تدمير أوكار ومضافات كانت في مناطق معزولة تنطلق من خلالها تحركاتها الظلامية. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذين الملفين وتداعيات اللي ترافقهم مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعينا. حياكم الله من جديد. ضمن حراك مكثف يراد منه الوصول إلى صيغة توافقية لرسم ملامح الحكومة المقبلة، فإن المباحثات والتفاهمات ما زالت تتواصل بين الأطراف والقوى السياسية في ظل معطيات تشير إلى أن الإطار الشيعي هو الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر اللي راح تكلف بتشكيل الحكومة المرتقبة. ضمن هذا الموضوع نفتح أولى ملفات الحصاد، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمالي. هذه الحوارات التي تشهدها الساحة السياسية قد تبدو مكررة، لكن المرحلة الحالية مختلفة بأحداثها التي ازدادت سخونة في وقت انسحاب الكتلة الصدرية خارج أسوار البرلمان، ما زادت الحاجة إلى تكثيف اللقاءات بين الأطراف للوصول إلى مشتركات تنقل المشهد الحالي إلى مرحلة أخرى. بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، فهنا بدأت تكثيف اللقاءات حول التفاهمات وإيجاد السبل الصحيحة لتشكيل الحكومة في هذه الفترة العصيبة حقيقة. فهذه اللقاءات طبعا هي لشرح وجهات النظر. فتحركات أعضاء الإطار الشيعي تسعى للوصول إلى تنسيق المواقف بمواجهة التحديات التي تهدف لإفشال تشكيل الحكومة المرتقبة، فاللقاء الأخير الذي جمع الإطار الشيعي وتحالف عزم أفضى إلى ضرورة استكمال الزيارات لتوحيد المواقف وبحث آخر المستجدات في العملية السياسية بغية تنسيق الرؤى داخل البرلمان لتشكيل حكومة تحقق المطالب المرجوة. ضروري جدا أن تستكمل الاستحقاقات الدستورية وأن يملأ الفراغ الذي تركه الصدريون من خلال تصعيد نواب جدد يؤدون اليمين الدستوري، وتبدأ التحالفات وانتخاب رئيس
يحتاج لها وقت شوية، يحتاج لتشكيل حكومة. اليوم البلد لا يمكن أن يبقى بدون تشكيل حكومة. أعتقد الأخوة في الإطار التنسيقي حريصين جدا على أولا وحدة العراق، الشيء الثاني على تشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها في التحديات. فالاجتماعات الجارية ترمو إلى توحيد الكلمة دون إخفاقات في استكمال الاستحقاقات الدستورية والابتعاد عن زعزعة الأمن في الشارع العراقي. فيرى مراقبون أن استقالة الكتلة الصدرية قبضت جدار تحالفه، ما أحدث تغييرا في الاستحقاقات الانتخابية والتحالفات. بالمقابل قد تكون لها مردودات إيجابية تتمثل بالإسراع في تشكيل الحكومة دون تعنت أو خلاف. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ غالب الشابندر الكاتب والسياسي. حياك الأستاذ غالب، ضيفا كريما بحضرتك. وكذلك أرحب بالأستاذ كامل الكناني الباحث في الشأن السياسي. حياك الأستاذ كامل، ضيفا كريما. مرحبا بحضرتك، حياكم الله وبياك. أستاذ كامل، برأيك هل من المتيسر تشكيل الحكومة في هذا الظرف الحالي والأطراف السياسية راح تمضي بهذا التشكيل دون وجود الكتلة الصدرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك والضيفك الكريم والأخوة المشاهدين. والله حسب قول بعض الإطاريين لأنه ذلك صعب، ولا أقول مستحيل، لا يوجد شيء مستحيل في العالم السياسي، ولكنه صعب ويمر بمخاضات عسيرة. أولا هناك خلافات كما هو مسر داخل الإطار التنسيقي، فإن قوى الإطار التنسيقي يعني هي غير متفقة أصلاً، على بعضهم يتهم بعض يعني حقيقة. يعني كانت لديهم رؤية منذ البداية لا تشكل حكومة إلا بالتوافق، ووجود الكتلة الصدرية من ضروريات تشكيل هذه الحكومة. هم يقولون هذا، صارت فيها نقطة يعني هم نقطة أساسية بين الأغلبية والتوافق. هم يقولون هذا يعني هم الأخوة بالإطار يقولون لأنه لا تتشكل حكومة إلا بشراكة التيار أو الكتلة الصدرية، لأنه هو منطلقهم الأساسي هذا، حكومة توافقية. صحيح أم صحيح؟ فعندما تسألهم لماذا حكومة توافقية، ليش مو حكومة أغلبية، يجيبون عدة أجوبة، من جملتها لأنه الكتلة الصدرية ركن أساسي في الساحة الشيعية في العراق، في تاريخ العمل السياسي، في الحضور السياسي، وإن على أن يشكل حكومة. هذا هو اللي يقولوه يعني إحنا ما يسمونه. فإحنا واللي تقوله حضرتك في غياب الكتلة الصدرية صعب يعني حتى الحكومة. إذا تشكلت سوف تكون حكومة أرجاء. طيب، في حال تشكلت الحكومة أو لم تشكل، أستاذ كامل، من هي اليوم القوى السياسية اللي تسجل أعلى رصيد في المشهد السياسي والحراك السياسي واللي من الممكن أن تشكل الكتلة الأكثر عددا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيفك الكريم الأستاذ العزيز أبو عمار والمشاهدين الكرام وكادر البرنامج. بالحقيقة هي الكتلة السياسية الأكبر يعني لم تفرز لحد الآن، بعد تغيير الانتخابات سوف تأتي مقاعد جديدة لكتل جديدة وسوف تتشكل خارطة جديدة، ولكن من الراجح أن يحافظ الإطار على كتلته الأكبر لأن هنالك فرصة لزيادة عدد مقاعده، وبالطبيعي إذا زاد عدد مقاعده ككتلة أكبر يستطيع أن يشكل طمع للآخرين الذين يتحالفون معه، فمن الممكن أن يشكل تحالفات جديدة، وربما يستطيع أن يحقق النصف زائد واحد، وربما يستطيع أن يتحالف مع
كتلة السيد البرزاني أو السيد الحلبوسي للوصول إلى ثلثي عدد النواب، وبالتالي يستطيعون تمرير ما يريدونه من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ومنهاج حكومي وبقية التفاصيل اللاحقة. الخارطة الآن في طور التشكل، يعني لا يمكن بالدقة حساب عدد النواب الذين سيفوز أو تفوز بهم كل كتلة، ولكن من الراجح أن الكتلة الأكبر سوف تجد أريحية. بالتأكيد غياب الكتلة الصدرية عن البرلمان سوف يضر بالمكون الشيعي ككتلة مكونية تمثل المكون الشيعي. هذا الضرر أستاذ كامل، السيد الشابندر يشير إلى أنه الاتفاق الأساسي في حكومة التوافقية وجود الكتلة الصدرية، كيف يكون الحال بعد خروجهم من العملية السياسية؟ لا، هو خروج من العملية السياسية لا علاقة له بتشكيل الحكومة، الخروج خروج ككتلة برلمانية، استقالة النواب من البرلمان لا يعني عدم حضورهم بالحكومة ولا يعني التفريط بمناصبهم الحكومية. هم الآن يملكون عدد كبير من المواقع الحكومية، ومن الممكن تعزيز هذه المواقع بتشكيل الحكومة بإعطائهم وزارات، والإطار التنسيقي طرح هذه الفكرة أصلاً، طرح إعطاء كل وزارات الحصة الشيعية للتيار الصدري في جولة من جولات المفاوضات بين الإطار والتيار. الإطار لم يكن لديه مشكلة في منح الوزراء للتيار الصدري، ولكن كان يصر على أن تكون للوزارة كتلة أكبر برلمانياً حاضنة وداعمة، يعني لا تريد أن تكرر تجربة السيد عادل عبد المهدي حينما تم عزله بسهولة لأنه لم يكن يمتلك كتلة برلمانية. فالذهاب إلى الكتلة الأكبر وترشيح رئيس الوزراء من خلالها، أيا كان هذا رئيس الوزراء، ربما رئيس الوزراء السيد جعفر الصدر أو ربما أي مرشح صدري آخر أو ربما شخصية مستقلة، المهم أن تكون هنالك كتلة أكبر تحمي رئيس الوزراء من ضغوطات القوى السياسية. هذا أنا أعتقد مشروعنا السياسي يحتاج رئيس وزراء مدعوم بكتلة قوية أو كتلة كبيرة تحميه من الضغوط السياسية. هسه الشخص مو بالضرورة أن يكون فلان أو فلان، ولا الاعتراض على فلان وفلان، ولكن المهم أن يكون هنالك كتلة أكبر تحمي رئيس الوزراء، تتفق معه على منهاج حكومي، وتوجد لجان رقابية تراقب أداء الحكومة، طبق هذا البرنامج الحكومي. أعتقد إذا قدرت القوى السياسية العراقية أن ترتفع إلى هذا المستوى من الأداء سيكون الوضع إيجابي جدا، سيمكن القول بإيجابية أن المشروع السياسي العراقي حقق قفزة نوعية وتملص من تأثير المحاصصة. المحاصصة في الدورات السابقة تحولت إلى مغاصصة، المشاركة تحولت إلى معاركة. للأسف لم نستطع أن نتحول إلى أحزاب تشكل في خلافاتها باقة ورد، تحولت الخلافات إلى مناكفة وتعطيل وتأخير وغير ذلك. الآن الفرصة متاحة أن تتشكل حكومة من كتلة برلمانية كبيرة مدعومة من هذه الكتلة، محمية بعدد نواب كافي، لا تستفز ولا تستغل ولا تبتز من قبل الأحزاب الأخرى، وتتفق على برنامج حكومي يتم رقابته بالبرلمان. طيب، أعتقد هذا هو الخيار الأسلم والأفضل والفرصة متاحة له، وأعتقد أن الأخوة طيب في الإطار والتيار لا يعترضون عليه. يعني لما أستاذ الشابندر لما يتفضل السيد الكناني بأن الفرصة متاحة، بالتالي هل ستنجح هاي القوة بالخروج من المتاهات السياسية؟ طرح اسم السيد جعفر الصدر رئيسا للحكومة، إذا كان الإطار متوافقا على تسمية هذه الشخصية بتكليفها، التيار سيتوافق أيضا حول هذه التسمية، أو شخصية بديلة لكن تتمتع بنفس المواصفات؟ أخي العزيز، احنا ليس في بلد ديمقراطي متكامل مثل في سويسرا وفي بريطانيا، قد تتاح الفرصة، ولكن ما أسهل نقض هذه الفرصة وتخريبها وتعطيلها من قبل من؟ من قبل قوى سياسية كلها. يعني شنو الكتلة الصدرية ملائكة هم تتحرك رأسهم، يقول لك احنا خسرنا 73 مقعد، يقول لك كذا ما ادري شنو، يعني راح يقعدون راحه يعني. وحتى لو ان حكومه الاغلبيه صارت شنو الاطار راح يقعد راحه يعني. اخي العزيز، لنكن واقعيين حتى لا نخدع انفسنا، حتى لو كانت الفرصه مؤاتيه لتشكيل حكومه لكن ربما تصل الى درجه التشكيل ثم تنهار. الظروف صعبه، الايرادات مختلفه، أكو علاقات بدول جوار متعددة، أكو ثارات قديمة، أكو اختلافات شخصية. فإحنا ليس في عالم ديمقراطي وردي حتى يمكن للفرصة عندما تأتي تأخذ راحتها
وتأخذ سياقيتها وتفرض نفسها أبدا نهائيا. اليوم أكو تسريبات موجودة لأنه السيد مسعود برزاني قال إلى أنه العملية السياسية بالعراق معقدة، وكلام إلى أنه رفض الشراك بالحكومة ورفض هذا الشيء. ما ندري، ربما غدا الحلبوسي اللي هو الآن على أساس هناك طمع في أن يشارك في تشكيل الحكومة، ربما تأتي عروض أخرى من جانب آخر. نحن قوة سياسية صدفية رغم عراقتها، قوى سياسية تتحكم فيها أمزجة قيادات لما كانت ولا تتحكم فيها. أنا شوف أخي العزيز، تجربة الديمقراطية فتية حسب تعبيرك، بس لكن الساسة ما يعون هذا الموضوع. الساسة ما يعون تأثبتت التجربة من الديمقراطية فتية، بالتالي يسيرون وفق مسارات تؤدي إلى تحقيق المصالح للطبق السياسي وللشعب. من 2003 إلى الآن أنت تشوف عملية شلون تصير العملية السياسية، يعني ليش نخدع أنفسنا؟ شوف راح أقول لك في الشيء، عندما طرح عندما السيد مرتضى الصدر طرح مشروع الأغلبية، نعم صحيح، ما وعندما قرر أن وزار بغداد وزار الأخوة فلان وعلان وبلان، اختبصت الإطار التنسيقي والشيعة إلى أنه اتفقا وسوف يخرجون ببيان موحد وهذا الخلاف هو زائل وضرورة المذهب هي المتقدمة على، لكن تبين الخلاف تعقد أكثر مما تيسر. أخي العزيز، أنا لا أريد أن أخدع الشارع، إحنا سياسيين لازم نصير واقعيين ونضع النقاط على الحروف. الآن سيد عمار الحكيم أصدر بيان قال نحن لن نشارك بالحكومة الآتية مهما كانت، تمام تمام. في المشهد ليس بهذه السهولة أبدا نهائيا، عقد داخلية تتحكم بالمشهد، دول تيار الحكمة ما كان موقفه جديد أيضا. نعم. في الحكومة السابقة تيار الحكمة أيضا كان هذا موقفه، يعني موقف ليست بالجديد. فإذا يعني التعقيد موجود، نحن نتمنى أن يكون. ثم هي مو معبرة أيضا بتشكيل الحكومة تراها، نعم. ربما تتشكل حكومة، لكن هناك دولة، شوف أنا أكون صريح وياك، لكن هناك دولة عميقة اسمها دولة التيار الصدري موجودة في الحكومة، موجودة في معاقل الحكومة. إحنا نرى ونسمع وندري، إلا أنه أحيانا هناك صراع يصير على تعيين قائم مقام أو محافظ أو، فالمسألة ليست بهذه السهولة. ما تحلها إلا يعني هسه راح ندخل في جانب أخلاقي، يعني ما يحلها إلا لأنه قادة الشيعة يقعدون ويطرحون رؤية موحدة. شوف أنا هسه مع الحكومة الأغلبية بصراحة، يعني مع حكومة الأغلبية، لكن إلى الآن لا توجد بوادر لتشكيل حكومة، وإذا شكلت فسوف تكون هشة، حكومة متناقضات وحكومة إرادات متصارعة. طيب. وحكومة هناك كتلة معينة اسمها الكتلة الصدرية تملك تحريك الشارع بشكل لا مثيل له، وهو الأمر الذي تعجز عنه حكومة الإطار التنسيقي. يعني وفقا لهذه المعادلة أستاذ كامل، يعني هنالك معادل موضوعي، إما تشكل حكومة وستكون بالمواصفات اللي ذكرها السيد الشابندر، أو لربما سيكون خيار إعادة الانتخابات مطروح على الساحة السياسية. إلى أي مدى تتفق مع هاتين الطروحتين أستاذ كامل؟ يعني هو ليس عجيبا ولا غريبا ولا مسيئا أن نختلف وأن تختلف القوى السياسية وأن تتصارع على المواقع وأن تتفاهم وتتحاور، وفي يوم تشكل وفي يوم تختلف، هو الطبيعي بالعمل السياسي هو هذا. أنا ما أدري يعني كيف ننظر إلى الأمور الواقعية في العمل السياسي. كل الدول اللي بيها ديمقراطيات ولا توجد كتلة غالبة تفوز بأكبر عدد مقاعد من البرلمان وتستطيع أن تمضي لوحدها تحتاج إلى مجموعة من التحالفات والتفاهمات والاسترضاء والإقناع وغير ذلك. هذا أمر طبيعي بالعمل السياسي حينما يعيش في أجواء من الحرية، خصوصا أن هناك تدخلات خارجية تأثيرات، هذا طبيعي جدا. يعني الآن حكومات عديدة تعاني من هذه المشاكل، تستقل بعد فترة، يحل البرلمان، تجرى انتخابات
يعني أخرى أمر طبيعي، هذا ليس عيبا في العملية السياسية. العيب أن تتحول الاختلافات إلى تخندقات، نعم، إلى توقف، إلى عبقلة. أنا أعتقد هذه المرحلة تجاوزها العراق بهاي الست أشهر السبعة أشهر الماضية. نعم. الانتخابات مرت بأكثر من مخاض، أول مرة مخاض التصديق، مخاض الاعتراف، قرار المحكمة الاتحادية، قبول القوى المعترضة بقرار المحكمة الاتحادية، ثم الذهاب إلى تشكيل التحالف الثلاثي. التحالف الثلاثي عجز عن أن يوفر الثلثين فتوقفوا مدة، كانوا يتوقعون أنهم بالضغوط بالمحاولات بالإغراءات ما صار، ما قدروا يجمعون 220. استقال السيد الصدر أقال نوابه من البرلمان. اتحرك الآن المشهد، ما نستطيع أن نحدد بالدقة كم يعني أعداد هذه الحركة. ربما أيضا نواب صدريون سوف يصعدون في الأسماء القادمة في البدلاء، ربما سيكون هنالك عدد يؤمن كتلة أكبر أو يؤمن عدد الثلثين أو يؤمن النصف زائد واحد. بالنتيجة العملية السياسية هذا مستوى عطائها، هذا مستوى أدائها. إحنا علينا مثل ما تفضل أستاذنا الأخ العزيز أبو عمار أن نكون واقعيين، واقعياتنا هي هاي، واقع مستوى أداء أحزابنا هو هذا، مستوى أداء جمهورنا هو هذا، مستوى شخصياتنا المنتخبة هو هذا. إحنا ما نتوقع ننظر إلى المرآة فنرى صورة أحسن من صورتنا، هو هذا واقعنا. بهذا الواقع يجب أن نتحرك إلى أمام، بهذا الواقع يجب أن نمد الجسور، بهذا الواقع يجب أن نفتح نوافذ لكي نتواصل، لكي نبحث عن المشترك، لكي نبحث عن المتفق عليه. توجد نقاط اتفاق كثيرة كما توجد نقاط خلاف كثيرة. التوقف والتخندق عند نقاط الاختلاف يفوت الفرص، والذهاب إلى تجسير الممرات وفتح النوافذ يذهب إلى أو يقودنا إلى استغلال الفرص. إحنا ما عندنا خيار ثاني، لا نقدر نرجع للانقلابات العسكرية، ولا نقدر نروح نجيب لنا حكومة نستورد من النيبال لو من باكستان لو من أمريكا لو من إيران. يعني إحنا خيارنا هو هذا. خيارنا أستاذ أحمد، خيارنا الوحيد أن نطور برنامجنا، أن نطور أدائنا السياسي، أن نحسن من سلوكنا السياسي، أن نحسن من مستوى تحالفاتنا، أن نحسن من انتخاب جمهورنا. ما عندنا خيار آخر. هي يعني هذه الخيارات أستاذ كامل لو سمحت، هذه الخيارات كلها تدور في الأروقة السياسية. طيب هل راح نحتاج أيضا أستاذ غالب راح نلجأ إلى الشارع العراقي وتحريك الشارع حتى يكون ضاغطا على العملية السياسية؟ لو المواطن خلص احتاجنا بالانتخابات راح انتخب، انتهى دوره، بعد هو يريد الطبقة السياسية تنطيه خدماته. وين الطبقة السياسية الآن؟ أسألك لك مثال على تناقضات العملية السياسية. نعم. ألم تطرح الكتلة الصدرية والاتحاد الثلاثي حكومة الأغلبية؟ الآن الإطار التنسيقي هو متمسك بالأغلبية. شلون؟ هو الآن الذي يكون الكتلة الأكبر وسوي هي شو جاء حكومة أغلبية؟ لا في شو جاء تراح حكومة أغلبية هاي. طيب. فهي العملية السياسية غير منضبطة بقواعد يعني بقواعد حفظ كرامة. ما راح يرجع التوافقية يعني ويدخل بها الأطراف يعني الكردية الأطراف السنية. يعني هو الآن في البحث عن الأغلبية، يعني الأغلبية هي يسمونها. أنا مو يعني هذا بين لك تناقضات العملية السياسية. الأخ العزيز إن شاء الله حلو حشة. بس هذا تكفير رغائبي أكثر من كونه تفكير واقعي. يعني أنا أقول التحليل السياسي خلي يكون يعني حقيقي حتى وإذا فيه وجع وإذا فيه ألم حتى يصير تكاشف يعني في الحقيقة. يعني فأنا اللي أعتقد إلى أنه خيار الشارع موجود نخاء، خصوصا أولا أن هاي الحكومة اللي راح تجي إيش قد راح تستوعب خدمات الناس وهي من عناصر جربت؟ من راح يجيبون؟ هم نفسهم ذولا اللي موجودين. هي هاي الكتل السياسية، قيادات الكتل السياسية إذا مو هي تحكم فيحكم ظلها. ولكن جربنا من 2003 إلى الآن 2000 ما نشحوا يعني لا نشحوا بالخدمات. بالعكس جت فترة العراق تعرض للانهيار. الآن العراق داعش أيضا الآن العراق معرض إلى جفاف. زين كيف يمكن لهذه الحكومة أن تتفاهم مع دول الجوار وبعضها على علاقة استغفر الله مو ذيلية وإنما على علاقة عقائدية؟ هاي مشاكل كثيرة من الصعب جدا. الإرادة الوطنية إلى الآن مفقودة أخي العزيز، أقول لك إياها بكل صراحة. الإرادة المنبعثة من داخل الشعب والتي تنظر إلى الشعب ككيان واقعي وحقيقي والأمر يصدر منه ويرجع إليه، لا
لا تزال المحسوبية والمنسوبية هي المتحكمة ولا زالت. والكتل السياسية الآن تحولت من خصوصا العريقة منها تحولت من كتل سياسية ذات هوية وذات رسالة وذات تاريخ وذات حركة وذات تنظيم تحولت إلى حركات هشة بالخالك وبالعمك ومحسوبيات ومنسوبيات. ولذلك أحد المشاكل الآن اللي موجودة والتي تعرقل تشكيل حكومة هو تعيينات محسوبين ومحسوبية ومنسوبية. ليش نكون إحنا مواقعين؟ هذا الواقع اللي موجود. يعني أنا كل تمنياتي إلى أنه صدقا المرجعية تدخل بقوة، ولكن يبدو أن المرجعية عارفة هذه القضية أن هذه القيادات السياسية لن تستجيب إلى ما تطلع أبدا نهائيا. وكثير ولا سدت المرجعية. أنا أريد أسأل أخ، لماذا أغلقت المرجعية بابها في وجه الجميع؟ مو لأنها هؤلاء الجميع فشلوا في إدارة الدولة وفي تحقيق المنسوب أبسط منسوب لهذا الشعب. أخي العزيز، أخي العزيز، الآن في العراق نعيش طبقية هائلة، هناك المترفون، أصحاب القصور، أصحاب السيارات، وهناك الفقراء المساكين المعدمين الذين يفترشون الشارع. الطبقة الوسطى انتهت بالعراق. كيف يمكن لهذه القيادات السياسية أن تؤدي دورها بفاعلية وهذا الواقع البرير إذا لم تنتفض على نفسها وتنتفض على واقعها وتنتفض على محسوبيتها ومنسوبيتها؟ ما يصير. أخي العزيز، نحن أمام مأزق أخلاقي كبير، نحن أمام مأزق اجتماعي كبير. يعني أنا هسه تريدني أصدق؟ بصراحة ما أصدق. تريدني أصدق لأن هذا القائد السياسي أول ما يقعد الصبح إن شاء الله يصلي، الآن هو ما يفكر يشوف شو فقير بالعراق، شو معدن بالعراق، شو الآن. وأنا من قناتكم الموقرة أنا اتصل بي قال أبو عمار بكت تحشينا إنه خلي الحكومة تتولى أدوية الكلى، ما عندنا أدوية دواء مال الكلى الآن ما موجود. تفهم شلون؟ ويا ريت تثيروها هاي القضية. فالمسألة ليست بهذه القضية الغائبية، يحتاج تفكير من نوع آخر. اسمح لي أستاذ كامل في دقيقة لو سمح حتى أنتقل إلى الملف الآخر. هذه الطبقية طبقة مترفة وطبقة معدمة وخلق فجوة بين هاتين الطبقتين، قادر الحكومة المقبلة على هدم هذه الهوة؟ يعني هي طبقية موجودة في كل المجتمعات وبنسب مختلفة. الآن العراق من الناحية الاقتصادية يعيش أكبر بحبوحة في تاريخ الاقتصادي منذ تشكله كدولة. الآن 38 مليار دولار سنوياً توزع رواتب على الناس بغض النظر عن الحكومة صالحة أو سيئة أو فاسدة. لحد الآن مستوى المعيشة العراقية، يعني مستوى لما الشرطي يأخذ له مليون وربع والموظف يأخذ له مليون ونص، ويوجد لدينا أكثر من 7 ملايين و800 ألف راتب من الموازنة المالية التشغيلية، معنى أن هنالك بحبوحة اقتصادية كبيرة بالرغم من وجود ما أشار له الأستاذ أبو عمار من وجود طبقية. طبقية موجودة في كل المجتمعات وبنسب مختلفة، ولكن الطيف المالي المستفيد من الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية واسع جدا وكبير جدا، وهو في بحبوحة كاملة الآن. وإذن هذه مسؤوليات الحكومة حتى تخلق على الأقل. يعني أنا بس يعني إذا كانت الطبقية موجودة في كل المجتمعات، هل بهذا المستوى الموجود الآن يعني حاليا، هل بهذه ومع وجود الثروة النفطية ومع وجود المردود المالي اللي يصير والنفط هذا، يعني احنا اللي ندري به لانه من تزداد ثروه البلد وتزداد كل لازم هذا الطبقيه تنعم. لكن اكو فجوه حقيقه اخي العزيز، ترى انا وهذه الاجوبه مرجوه، انا ابن الشارع. نعم. صدقني ابن الكيه وابن الرصيف، فاعرف هاي المهارات. انا اعرف أنا أعرف معاناتي. هذه الأجوبة مرجوة لحلقات أخرى نأخذ على محمل الحوار والمناقشة. أستاذ غالب الشامندر الكاتب والسياسي ترى الحوار. شكرا جزيلا لحضرتك، وتتفضل بقى معي الأستاذ كامل كناني كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. قطاعات الجيش والحشد الشعبي تواصل عملياتها العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول داعش في المحافظات الشمالية، وتعلن العثور على ذخائر ومخابئ الأسلحة هناك.
مجددا حياكم الله. عمليات عسكرية نوعية تجريها القطاعات بمختلف تشكيلاتها وصنوفها من الجيش والشرطة الاتحادية وكذلك قطاعات الحشد الشعبي بهدف القضاء على ما تبقى من فلول داعش وسط تعزيزات عسكرية كانت قد تمكنت من تحقيق أغلب أهدافها المرسومة لها ضمن تلك العمليات التي عثرت خلالها القطاعات العسكرية على مخازن الأعتداء ومخابئ في عدد من المناطق التي كان يتواجد خلالها عناصر داعش الإجرامي. إذن مشاهدينا الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوف الكرام لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. تصاعدت وتيرة الضربات الجوية التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع سلاح الجو ووكالة الاستخبارات العسكرية مستهدفة أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي محققة نتائج نوعية تمثلت بمقتل 15 من قيادات التنظيم بينهم ما يعرف بوالي دجلة ووالي صلاح الدين والمسؤول المالي للتنظيم الإرهابي وأسر عدد آخر منهم. محصلة طبيعية بما أنه يوجد تنظيم إرهابي مدعوم دوليا لابد أن يكون هناك يعني عمليات استباقية وهذه العمليات الاستباقية يقوم بها الجيش العراقي والحشد الشعبي وهذه تؤسس إلى مرحلة جديدة أنه نحن نستبق يعني ما يفكر به العدو وليس ننتظر أنه يقوم بعمليات إرهابية ومن ثم تكون ردة فعل أي بمعنى عمل عسكري استباقي. هذا التطور النوعي في أداء القوات الأمنية ومقتل العشرات من القيادات الإرهابية والذين يشكلون الخط الأول للتنظيم سينسحب على هيكليته ويخلق فراغات في صفوفه بعد أن شغلت مناصب مهمة نتيجة للضربات الموجعة التي تلقاها بعد الاستنفار الكبير في وقت تشير فيه المعلومات الاستخبارية إلى انحسار في مستوى العمليات الإرهابية بسبب حالة النقص في عدد وعدة مقاتلي التنظيم. طبعا عسكرتي تجري حاليا أشياء مهمة جدا وبدت تفوق على العدو بقتل كثير من الإرهابيين وأسر بعضهم وحتى أنه حرق معداتهم الكثيرة. التعاون العسكري يجب أن يكون تعاون بين كل الفرق الموجودة في 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 ديالى خصوصا وفي كركوك أيضا وفي باقي المناطق. وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أنها تترجم المعلومات الاستخبارية إلى ممارسات أمنية حققت نتائج ناجحة ودمرت مفصلا مهما من مفاصل التنظيم خسر فيها داعش الإرهابي دور التمكين حتى في القرى التي ينشط فيها التنظيم بين الفينة والأخرى ويجري عمليات خاطفة يحاول فيها إثبات الوجود لكن دون جدوى. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. وجدت ترحاب بضيفي الكريم أستاذ كامل كنان البحث في الشأن السياسي وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ سرمد البياتي الخبير في الشأن العلمي. حياك الله أستاذ سرمد. أستاذ سرمد، نود أن تحدثنا بداية عن تقدم القطاعات العسكرية، ما الذي أنجزته من المهام المناطة إلها من ملاحقة فلول داعش خصوصا في المحافظات الشمالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ العزيز ومشاهديكم الكرام والضيف الكريم الأستاذ كامل. حياك الله أستاذ سرمد، مرحبا بك. الله يحفظك. العمليات الأخيرة يعني إذا نأخذها من وجهة نظر من مهنية يعني أنا راح أتكلم لك يعني ندخل بالمهنية شوية يعني عمليات ممتازة حقيقة، عمليات جيدة كانت نتائج بها مبهرة. قبل أنا كنت أنتقد مثل هاي العمليات خاصة مثلا من تطلع قطعات وجيش وخسائر ووقود وأرزاق ونتيجة أنه بندقيتين لو قاذفة لو ما أعرف شنو، لكن هالمرة لا، هنالك قتلى من داعش، هنالك يعني مضافات كثيرة هدمت، يعني خاصة الفترة الأخيرة ترى مضافاتهم أستاذ أحمد يعني كل الصعب عملها، يعني تلقيه يعني يحفر نفق وبداية النفق تلقي صخرة يعني مثلا حجر كبير موجود ببداية النفق، فمستحيل أنه راح تميز هذا النفق من دواعش أو لا، لأنه إلا زي هاي الصخرة يعني هم بالضبط يعني أنا يعني من أول ما صارت داعش 2014 وبعدها ومن صارت عمليات التحرير وصفتهم بأنه جرذان حقيقة بالضبط مثل ما تعيش الجرذان والفئران أنه تحت الأرض، وما أعرف يعني هم هاي العيشة شنو اللي يعني اللي مرتاحين بيها مثلا، هل هم مو أصحاب عقيدة حقيقية؟ يعني إذا نتكلم شوية بالعقائد لا مو أصحاب عقيدة، ربما كانوا الرعيل الأول مالتهم كان عندهم عقيدة وكان يقاتلون من أجل شيء معين، لكن هذول انتهوا والباقين كلهم مطاردين، الباقين كلهم عليهم أحكام جرمية مطلوبين إلى الدولة وإلى القضاء، فلذلك
لكن أنت تقول لي من ليش تتخوف؟ أنا أتخوف من رد الفعل. إحنا سابقا كنا نعمل في ضوء أنه من يصير هجمات، يعني هم حربهم عصابات، تعرف أنت كل زين، وحرب العصابات هي من أخطر الحروب التي يكون فيها للمهاجم الأسبقية في المكان والزمان، يعني هو اللي يحدد وين راح يضرب، هاي الربية أو هاي الربية أو هاي الحشد أو هذا، هو يحدد. أنت ما تعرف، أنت اللي عليك استخبارات يجوز تطيق، تجم دلائل قبلها، مثلا يضربون كاميرات حرارية، من يضرب الكاميرات الحرارية فد إشارة خطيرة بأنه سيتم التعرض على هذا المكان، هذه معروفة. لكن يعني هذه المرة الهجومات مالتنا كان بيها يعني هجومات إجهاضية لكثير من العمليات اللي ممكن كان ممكن أن تصير. تخوف من، إذا تسألني أخاف من رد فعلهم، يكون رد فعل وحشي باتجاه المدنيين. تعرف هو إذا ما قدر للجيش وللقوات الأمنية وللحشد ما راح يقدرهم، وين يضرب؟ مثل ما ضربوا بتازة ناس بيحصدون قتلوهم، مثل ما ضربوا بجلولاء، يعني قصة جلولاء رجل كبير يعني طلع يقضي حاجته من بعيد بالقناصة ارموه، وبعدين طلعت زوجته ورموها، وطلعوا أولاده ورموهم، مدنيين ما لهم علاقة. زين، هذا اللي يخوف. مثلا البارحة بدياله، زين، هم جندي خطية من بعيد قناصة. أنا يعني مرات أستغرب يعني النواضيل الحرارية اللي عندهم أستاذ أحمد، يعني اللي تجيهم من أماكن عجيبة غريبة، أنا أشوفها مرات بالصور، وهذه يعني أنا من مناشئ ما ممكن تجهز إلا عن طريق يعني عقود يعني وصفقات أسلحة. أنا ما رح أتطرق لهذا الموضوع، هذا شغل استخبارات ومخابرات ووكالة استخبارات اتحادية، لكن أقول لك الألف متر عندهم يجي ب 25 متر. الألف متر المدى، هسه أنت من تشوف مدى كيلو متر، هذه النواضير تقرب لك إياها 25 متر، يعني تقدر تصيب في الرأس، في اليد، في الكتف، في الهادي، هذا موضوع خطر. يعني لذلك هذا وين بيستخدموه أكثر شيء؟ بدياله، يعني بدياله تقب جندي واقف بالحراسة هناك وسقط، اجت إطلاقة. هذا الموضوع، هذا شنو يراد؟ هذه الراد أيضا هجومات إجهاضية، عمل استخباري بحت. أستاذ الهجومات الإجهاضية أستاذ كامل، جد ترحاب بحضرتك. اليوم القوات الأمنية وقاطعات الحشد الشعبي كانت قد قطعت شوط كبير في عمليات العسكرية في ديالة، في كركوك، في صلاح الدين كما تفضل الضيف الكريم. هل بالإمكان أن تعلن هذه القوات خلو المحافظات الشمالية من براثن داعش، خصوصا بعد ما تجهض كل هذه التمكن من احكام او من هذه العصابات المنفرده؟ بالحقيقه اخي العزيز، اولا احيي ضيفك الكريم العزيز استاذ سرمد، الله يحييك، ويعني اشارات مهمه الى هذه الضربات الفنيه التي تختصر جهد وتضيع فرص العدو في التملص من الهجمات العسكريه، لان الطائره تباغت اكثر من القطعه العسكريه حينما تتحرك. المشكلة الأساسية لقدرة الدواعش على تنفيذ الجرائم هي الحاضنة، وما لم يتم عملية حصر الحواضن وعملية جرف وتفتيشها وإفراغها من الأسلحة نهائيا، لا يمكن القضاء على هذه العمليات. داعش الآن لا يمتلك أراضي يسيطر عليها، لا يمتلك يعني حساباتهم العقيدية أرض تمكين، يوجد في مفازات بعيدة، في كهوف، في جبال، هارب في أماكن بعيدة. من الناحية الواقعية لا يستطيع أن يؤثر على المخطط الأمني أو السياسة الأمنية، السياسة العسكرية في البلد، ولكنه يستطيع أن يقتل ويضرب هنا وهناك ناس، فلاحين، رعاة أغنام، غير ذلك يستطيع. لذا الحل هو معالجة الحواضن. الحواضن يجب أن يتم تطويقها بشكل كامل، جرفها وتفتيشها، إفراغها من الأسلحة، أخذ تعهدات على أن أي عملية تنطلق من هذه المنطقة تدفع المنطقة ثمنها مجموعة من الإجراءات المشددة، حتى نقدر نحكم عملية حركة هذه الذئاب المنفردة أو ما يسمى الخلايا النائمة أو غير ذلك. وإلا من الناحية الواقعية في أي مكان وفي أي بلد وفي أي منطقة ممكن للإرهابي أن يقتل، ممكن للإرهابي أن يفجر، ممكن أن يستعمل قناص، وبالنتيجة تكون هذه العملية عملية إحياء للفكر الداعشي، إعادة التفكير بوجودهم، إعادة التفكير بالخروقات الأمنية. وإلا من الناحية الواقعية هذه عمليات لا تؤثر على أمن البلد، ولكنها تجعلنا نخسر الكثير من أبناء شعبنا، من الفقراء، من الشرائح البعيدة،
خصوصا في المناطق اللي مثلا حوض حمرين، مناطق خانقين، مناطق الصحراء الغربية، مناطق رعاة. هسه راح يجيك موسم مال الشمه، الناس يطلعون للصحراء يدورون شمه ينقتلون منهم الحشرات. هذه كلها عمليات ممكن من النحل في مناطق الصراع، والعلاج يجب ان يركز على الحواضن. نعم. على الحواضن جرف وتفتيش، يعني تتطوق المنطقة تتفتش تماما، ثم تسلم الى الاجهزة المحلية بعد ان يتم اخلاء. يعني لا توجد عملية تسليح، لا توجد عملية تمويل لوجستي للقوى الإرهابية التي تستفيد من القرى والأرياف والمناطق البعيدة كحواضن تمدها بعناصر الحياة والبقاء. نتحدث هنا أستاذ سرمد أيضا عن التنسيق العالي بين قطاعات الجيش والقوات الأمنية من جهة، والحشد الشعبي من جهة ثانية، في يعني تشكيل قوى ضاربة، تحقيق عمليات نوعية للقضاء على فلول داعش. شوف أستاذ أحمد، أنت يعني سألتني سؤال لطيف قبل، أنت تعرفني يعني صريح، يعني أتكلم بكل تأكيد. قبل بعض الأحيان تمر فترات التعاون بفترات فتور. نعم. شوف كل مصير فتور بين القطاعات الأمنية بالتعاون تلقى العدو مدراسة من هذا الموضوع. نعم. يقوم بعمليات، لكن شوف العمليات الأخيرة شوف نتائجها العظيمة. تعرف ليش؟ لأن كان فريق عبد العزيز الشمري نائب المشترك. نعم. قائد القوات البرية، وهاي تلقيهم قاعدين بالاجتماعات وغرفة الحركات وياهم آمري ألوية الحشد وقادة الحشد. نعم. هذا اللي احنا نبحث عليه. أنا هذا شوف بالطارمية لحد الآن خروقات. نعم. اليوم أنا في أحد اللقاءات قلت خمس وكالات استخبارية تعمل بالطارمية بس ما حد يعطي معلومة لله. هذه أكبر خطأ تقع به جيوش وقطاعات الأمنية بالعالم إذا ما صار تعاون بيناتهم. نعم. في قياسات أحمد ما راح تحقق نتائج. ليش؟ أولا أنا أسميه لؤم المعلومة. يعني مثلا هاي الوكالة الاستخبارية أو المخابرات أو استخبارات أو أمن وطني أو حشيشة. نعم. مثلا يلقي المعلومة يقول لا خليها بس إلي من أجل أنه أنا أقوم بالواجب. هو طبعا الهدف بالأخير نبيل هو. نعم. لكن الوصول إلى الهدف قد يكون مو صحيح. قد يكون مثلا هذا فلان الفلاني يجوز الامن الوطني او المخابرات عندهم معلومات اكبر عليه، لازم يصير تبادل معلومات في هذا صار بالفتره. لما تعزو استاذ سرمد، يعني بعض الاحيان حتى التفجيرات اللي كانت تحدث هنالك معلومه استخباريه و يعني تعبيرها الى الاجهزه الامنيه ولكن ما يتخذون بها اجراء، يجوز هو هذا خلى الاحجام والتمسك بالمعلومه هو الـ هو الـ هو الفيصل. يجوز اكشف لك سر ما دام بما لا يكشف اسرار امنيه. يعني لا 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 اني من يمضي عليها مده طويله يلا اتكلم بها. تعرف كان فعلا اكو شيء اسمه غزوه رمضان. نعم. تعرف الاثنين ترى انتحاريين. نعم. والناس تشتكي بالكراده وغلقوا الكراده المخطط كامل، ما راح اقول لك من اي محافظات عبر ومين اجى، بس اقول لك احكي لي شمال العراق. شمال العراق قد مو بسيطرة المحكمة الاتحادية، دخل من دولة معينة وشو سلم على صاحبه وتباوسوا واتجهوا إلى مكان وراحوا إلى مكان من الخارج متابعيهم. يعني واحد يحجاز مخابرات، واحد يحكي يعني يعني كل أسمي الأمور بمسمياتها زين. فكان القرار من حقه قوية ولحد الآن موجود، ترى هو المعتقلين موجودين اللي كانوا ينفذون انتحاريين اثنين زين، كان المقرر ينفذون بالكرادة ثق واعتقد زين، لكن لزموهم هذا الجهد والتعاون اللي نتكلم عليه. بالتأكيد. ما يصير تعاون، ما يصير عندك شغل واضح. لذلك انت يعني قلت لك انا يعزوها السبب واحد، مو يريدون يضرون الشعب. هدف نبيل، لكن هدف نبيل في تحقيق هذا الهدف. قلت لك بالبداية. طيب. قلت لك الهدف نبيل، لكن الوصول ما دام نحكي على الهدف النبيل خلينا نشرك الوضع السياسي استاذ كامل في هذا المشهد الامني. هل يلقي الوضع السياسي خر تشكيل الحكومة، عدم الاتفاق على ملامح سياسية في فرض هيمنته وخصوصا على المشهد الأمني؟ يعني المفروض أن لا يؤثر، ولكن من الناحية الواقعية توجد تأثيرات كبيرة. المفروض الأجهزة الأمنية وبقية الأجهزة الخدمية المفروض تتحرر من سطوة وتأثيرات العامل السياسي، الخلافات السياسية، المناكفات السياسية. صرح السيد قاسم العرجي قبل أيام عن أن يعني مستشارية الأمن الوطني لا تتأثر بالمناكفات السياسية، الأمن الوطني يعني محرر من المناكفات السياسية، ولكن من الناحية الواقعية توجد تأثيرات. يعني حينما تريد
قطعة عسكرية أن تقوم بمجموعة من العمليات التفتيش والجرف ومثلا مداهمة بعض القوى في الطارمية أو غيرها، نعم، يكون هنالك ضجيج سياسي يحاول أن يؤثر ويؤثر في الكثير من الأحيان، تتدخل شخصيات تؤثر في الكثير من الأحيان. بالنتيجة نحن لا نستطيع أن نؤدي سياسة أمنية صحيحة ما لم نتحرر من التأثيرات الجانبية. يجب أن نحمي أجهزتنا الأمنية ونقويها ونثق بها ونعتمدها، ويجب يعني مؤسسة عملية انتقال المعلومة، ما أشار له الأستاذ سرمد من لؤم المعلومة وعدم انتقال المعلومة، أنا أعتقد هذا خلل بنيوي مؤسسي. يعني يجب أن تكون هنالك جهة تستلم كل المعلومات وتبلغ كل المعنيين عبر هيئة الركن أو عبر مستشارية الأمن الوطني. ترى هاي من قبل أستاذ كامل، هذه من قبل، ترى حتى يعني قبل سابقا، أنا دحجيك ثمانينات تسعينات هذا النفس كان موجود. أنا أعرف كان أكو مشكلة، أنا أتذكر أكو مشاكل، كانت قوة أمنية تخرج على هدف يروحون يلقون أكو جهاز أمني سابق قبل مدة طالع عليه وهذا منهزم، ممتاز، وهذا جهاز الأمن يدري. أنا أعرف أكو مشاكل بهالخصوص، وأنا أعتقد أن مؤسسة خلية يعني مركز جمع معلومات أو نقطة التقاء، هسه إما عبر الجهاز التنفيذي اللي هو في غرفة الأركان، يجب أن يكون مركز المعلومات موحد وهو الذي ينطلق مثل ما سووا على الحدود السورية المركز بالضبط المشترك بالضبط بين إيران وسوريا والعراق وروسيا، هذا مفيد جداً، بل ينطي معلومات للأجهزة الأمنية. نبقى أنه ركن أساسي نعول عليها. أنا أعتقد هذا عمل بحاجة إلى قرار أمني علوي جيوستراتيجي يحصن المعلومة الأمنية ويوصلها إلى المعني بها بأسرع وقت. ما دام اتفقتوا حضراتكم أنه المدنيين في مناطق الصراع، تفضل بالتأخير، هو انتهى وقتنا، تفضل بالتأخير حتى أسألك سؤال. على أستاذ كامل، التأثير السياسي ليس فقط دول السياسيين، نعم. شوف أي عدو داعش أو غير داعش أو شيء، عندما يرى أن هنالك خلافات سياسية يطمع في أن يقوم بعمليات يتوقع أنها ستنجح لضعف الموقف السياسي، نعم، يعطي دافع للعدو بأنه هاي مشكلة إحنا عندنا، من تصير يعني أمور سياسية هذه تطلع لك الأعداء ويطلع لك الإرهابيين ويطلعوا لنا. طيب. يعني وفي اختصار لو سمحت، يعني مرات احنا نلاحظ المدنيين في مناطق الصراع لما يكون هم الضحايا، بالتالي هل هنالك تعاون بين المدنيين وبين القوات الأمنية في هذه المناطق؟ الدراسات والتعقيبات اللي احكي وياهم، يعني تعرف يعني شغلتي هاي ارصد هذه، الناس متعاونين جدا. لماذا؟ لأنه ذاقوا مرارة داعش، نعم، هذه حقيقة. يعني أكو مناطق من يجيب له اسم داعش أو من يعرف هذا قد يكون يشك، لا واحد، يعني أنا قلت لك صراحة متعاونين جدا، لكن أنت هم ترجع يشكك برمضان، داعش أصدر الصور بها سمك وبها رقي وبها هذا، مين يجيبوه؟ وهي هاي المشكلة. فإذا أكو يعني لا تتوقع أنه كلها خالية، لا، أكو ثغرات ممكن أن تعالج. طيب نرجع إلى التعاون بين قطاعات الجيش، إحنا أيضا أجرينا استطلاع لآراء متابعي موقع قناة الأيام الفضائية وسألناهم هل تعتقد أن قطاعات الحشد الشعبي والجيش ستتمكن من القضاء على ما تبقى من خلايا وفلول داعش خلال الفترة القريبة القادمة؟ 87% قالوا نعم، و11% قالوا كلا، و2% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ سرمد البياتي الخبير في الشأن الأمني، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات، والأستاذ كامل الكناني رافقتنا في الملفين البحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في الاستوديو، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة.